كنت مدني وتعرض بلدك لهجوم من العدو المجرم، وعندما حصل الهجوم لاحظت انتشار حرائق كبيرة جدا زي المنظر اللي انت شايفه في الشاشة، فده هيكون نتيجة هجوم بقنابل النابالم، ودي قنابل قديمة جدا لكن تأثيرها سيء جدا، هي بتسبب انتشار الحرائق، ولو أصابت الإنسان فبتسبب حروق شديدة للضحايا. الضحايا طبعا ممكن يموتوا بسبب الاحتراق أو ارتفاع الحرارة أو الاختناق أو التسمم بأول أكسيد الكربون. علشان تحمي نفسك من قنابل النابالم لازم يكون عندك دروع واقية، اللي هي البدلات الواقية من الرصاص ومن الحرائق، وتستخدم معدات الحماية الشخصية زي الأقنعة الواقية، ولازم تحاول تطفي الحريق اللي نشأ وتنقل المصابين على المستشفى فورا. أما في حالة تعذر وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إليك، فأنت هتقوم بنفسك بإطفاء المواد الحارقة اللي سقطت على الجلد أو الملابس عن طريق إنك تغطي مكان الاحتراق بغطاء، أي غطاء يعزلها عن الهواء عشان تطفي. إذا ما كانش متوفر أغطية ممكن طين مبلل، تراب، رمل، أي شيء يعزل المادة اللي بتحترق عن الهواء عشان يطفيها. بعد ما النار تطفي قطع الملابس الموجودة على جسم الضحية، ما تقومش بإزالة المادة الحارقة الموجودة على الجلد لأن ده هيألم الضحية وهيسبب زيادة الأذى بتاع الحرق. ممكن تغطي الجزء المحروق من جلد الضحية بضمادة مبللة بالمية. إذا كنت في مكان وملقتش أي شيء لتغطية المواد المشتعلة لإطفائها، خلي الضحية تتدحرج على الأرض لإطفاء اللهب. في حالة إن بلدك تعرض لهجوم واجب عليك إنك تنضم لجيش بلدك وتتطوع، وفي الحالة دي هيكون معاك أسلحة ومعدات. إذا تم مهاجمة الموقع اللي انت فيه بالنابالم ولقيت إن الأسلحة والمعدات بتاعتك تبتدي تتحرق، فده هيكون نتيجة لإنها فيها أجزاء قابلة للاحتراق. عشان كده من الأفضل إنك تقوم بتغطية الأسلحة والمعدات بتاعتك بالدهانات المقاومة للحريق. في حالة إنك كنت في خنادق أو ملاجئ أو أماكن فيها تحصينات مفتوحة وفيها هياكل خشبية أو أي شيء قابل للحريق، غطي المكان اللي اتعرض للحريق بطبقة من الطين أو بمحلول من الجير والطباشير. إذا كانت المعدات بتاعتك مش حديثة، فهتلاحظ إن الحريق بينتج في الأسلحة والمعدات عن طريق اشتعال الإطارات بتاعة السيارات مثلا، أو إن الطلاء بتاع المعدات دهيت غير مقاوم للحريق، فبمجرد ما بتشتعل النيران في المعدات بتاعتك بيبتدي بعد كده تنفجر خزانات الوقود، فلازم تقوم بعملية الإطفاء بسرعة. إذا بالفعل كان شب الحريق في المعدات بتاعتك غطيها بالتراب أو الرمل أو الطمي أو التلج، أي شيء متوافر لعزلها عن الهواء وتطفية الحريق. إذا كنت متوقع أن العدو يقوم بهجوم بالنابالم، ممكن تغطي الأجهزة بتاعتك والمعدات بأقمشة ومعاطف بحيث أن لما تبدأ هي في الاشتعال تسقطها عن المعدات بتاعتك وتبدأ تخلي المكان فوراً. سبب ان النابالم بيلتصق بالاسطح وبيفضل يشتعل لفتره طويله ويستمر في الاحتراق ان هو عباره عن خليط من بترول، بنزين او ديزل، بيتم تكثيفه بمواد كيميائيه معينه وتحويله لهلام شبه الهلام كثيفه، فده بيخليه يلتصق بالاسطح بسهوله وبيستمر في الاحتراق لفتره اطول. مهم جدا ان في حاله هجوم العدو المجرم على بلدك انك لا تصاب بالهلع، وقوم بالإسعافات الأولية وعمليات الإنقاذ اللي تقدر تقوم بيها، لأن في إمكانك إنقاذ أرواح كتير.